ورعى سعادة الدكتور طلال أبو غزال المعرض الأردني للروبوت 2018 الذي نظمته كلية طلال أبو غزال الجامعية للابتكار وبالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت كأول معرض لها. وأشار أبو غزالة إلى اعتزازه وثقته بالطاقات الإبداعية من المشاركين الشباب والطلبة بالرغم من صغر سنهم، خاصة وأن جلالة الملك عبد الله الثاني يركز دوماً على أهمية الاستثمار بالإبداع والاختراع والتحول إلى مجتمع معرفي، لافتاً إلى أن المعروضات تجسد إرادة جلالة الملك، حيث شارك في المعرض مجموعة من المدارس والجامعات والأفراد والشركات. واستعرض المشاركون روبوتات الخاصة بهم والغاية من اختراعها، ويشار إلى أن جائزة طلال أبو غزالة للروبوت السنوية تهدف إلى رفع مستوى المنافسة بين الشباب لإظهار أفضل ما لديهم في صنع روبوتات في المجالات المختلفة. وقد تم منح جائزة طلال أبو غزالة السنوية للروبوت لأفضل 4 روبوتات تخدم الإنسانية، والذين تم اختيارهم من خلال لجنة من الجمعية العربية للروبوت. فاحنا نفخر فيكم كلكم، وان شاء الله هذا الوطن انتم تربوا، لان ثروه المستقبل هي من صنع الاختراع، من الابداع، من المعرفه. ليس هنالك ثروه حقيقيه ومهمه الا ثوره الاختراع، ثوره الابداع، ثروه المعرفه. فالحمد لله على وجودكم معنا بهذا اليوم. شكرا لكم، انكم اشعرتونا بسعاده وامل للمستقبل. شكرا لكم على حضوركم.